خلال دراستها للفن الكلاسيكي ثارت على المفاهيم التقليدية، بحثت بشكل غريزي عن مقاربة جديدة. إصابتها بالملل من الواقعية جعلتها ترفض الاشتراك في تمارين النسخ أيام الدراسة، فجاءت بخط يشبه شخصيتها الديناميكية والعصرية. هي سلوى روضة شقير، أول من ساهمت في إنشاء محترف الفن التجريدي في باريس، لتعود بعد ذلك إلى لبنان لتستقر وتبدع. يعني بنبلش أنا من حتى الخرطوش اللي كانت ترسمه بالمدرسة، لا كل الأفكار كيف تبلورت، وللدراسات اللي عملتها وللأشياء اللي نفذتها والمواد اللي انطرحت، يعني عاملة كل شيء، يعني مستعيدة أنا التاريخ تبعها. يعني هذا معرض شوي مش تفرجي بس إنه لوحات، لا تفرجي الخط اللي اشتغلت فيه. هيدي المنحوتات لأي سنة بيرجع عمره؟ يعني ملاحظين شوي الخيطان صار لونه غامق. هودي بلشتهم بالسبعينات، 70 71 72، كانت كل سنة تبعت منحوتة لتعرضها بالسالون دو مي بريز يعني. وكانت هي بهاي الفترة كان بلش الفضاء يخذ لعقلها، وبلشت بدها تعمل منحوتة بدون جاذبية، يعني بدها إياها تهدي على التنشن، إنه هيدي مهدية على شدة الخيط. وهودي اشتغلتهم كله على الشد، ووصلت كمان لمرحلة انه عملت منحوتة بتوقف كومبليتلي جامدة بالخيطان وما فيها شيء بالنص مهدية، وبتهز اذا ضربتيها هيك بتهز شمال ويمين شمال ويمين شمال ويمين، بس ترجع بتوقف محلها. وقت المعرض ال 74 اجى الدين الانجينير وقال لها انه انت بهالمنحوتة عم تطبقي ثيوري جديدة يلي اسمها ستاتيك دايناميزم. امي كانت مبسوطة بشكل مثل واحد عطاها نشان انه هي قدرت نفذت شيء بالفيزيكس جديد، نظريه جديده ونفذتها بلا ما تعرف. شكل الشعر العربي مصدر الهام لها، فجاءت المنحوته على شكل قصيده. بالرغم من تكامل جميع مقاطعها الا ان كل جزء منها يستطيع التعبير عن ذاته بشكل منفرد. بقى هي عملت نحته انه في قصيده كلها سوا مبنيه على وزن معين، وبنفس الوقت كل قطعه لوحدها هي منحوته. يعني فيك تاخديها هي لوحدها بتوقف بتحطيها مستقلة. عاشت الحرب وتأثرت بنتائجها فجسدتها بمنحوتات ثنائية. كأنه بهالمنحوتات أمي بدها تجمع بيروت الغربية والشرقية يبقوا سوا. يعني وقت بتشوفيهم كلهم مثنويات وكلهم عم يجربوا يقربوا لبعض، يعني هيدي أكثر مرحلة أنا بحس ليش عملتها، يعني ليه عملتها بهالفترة بين ال 75 78 وهو المرحلة بعدين كمان شوي، انه هيدا بحس مأساة الحرب اللبنانية، يعني كانت كتير صعبة. سلوى روضة شقير التي حصدت اهم الجوائز العالمية والمحلية، فنها لا يزال ينبض بالحياة، ولا تزال بيروت تستمتع بابداعاتها التي تخطت حدود المخيلة. في معرض يؤكد ان رسوماتها ليست للتعليق على الحائط، بل هي جزء لا يتجزأ من الحياة. من بيروت اكزيبيشن سنتر، دلال بزي، قناة الجديد.